هلو يا جماعة، أنا حازم رسمي النهاردة مع الراعي الرسمي للنادي الأهلي مرسول. مرسول النهاردة يا جماعة بيقدم حاجة وبيعملها في مصر أول مرة تحصل، بيدي فرصة لكل مشجعي النادي الأهلي إنه يقابلوا نجوم النادي الأهلي ولاعيبته. مش بس يقابلوهم، ده يقابلوهم يقعدوا معاهم، ياكلوا معاهم، يلعبوا معاهم بلاي ستيشن، ويخرجوا معاهم. طب ده بس؟ لا طبعا مش ده بس، ده كمان ممكن تكسب ايفون 13 وتكسب بلاي ستيشن 5، وان توب اوف ذس بقى تاخد تي شيرت النادي الاهلي ممضيه بكل امضاءات نجوم النادي الاهلي. طب ازاي تعمل كده؟ تعالى انا اقول لك ازاي. بعد ما تخش تعمل اي اوردر على مرسول، هتخش على البرومو كود لين، هتكتب فيها الاهلي 3، وساعتها هتكسب كل اللي فات ده. يلا نكسب بقى. يا كابتن ريمو حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي. اخبارك ايه؟ كله بخير الحمد لله. من طيب الله يكرمك عليك. الله حبيبي زي عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مبسوط قوي اني جاي اقابلك النهارده. اسعد والله. يلا يا باشا تعالى. يلا بينا تعالى. احنا عايزين اول حاجه نبارك لك على الف الف مبروك على الجواز. الله يبارك فيك. لسه انت متاهل قريب؟ ده انا ما لحقتش حتى اقعد في البيت. ايوه ده كان تاني اسبوع على طول كنت في الامارات في كاس العالم للانديه. لا يا راجل انا ما سافرتش. ده طبعا ده المدام بقول لك انت حسن يا لين دخلني. أيوة. دخلني السكه اللي جابني هنا. مسؤوليه كابتن فريق، مسؤوليتها عليك عامله ازاي؟ لا مسؤوليه كابتن الفرقه دي مسؤوليه قويه بصراحه، وخصوصا في النادي الاهلي، لان انت بتتعامل مع كلنا نجوم. مفيش حد اقل من حد في النادي الاهلي، فدي تبقى كابتن الفرقه على زمايلك. ده الفرق بس بين النادي والنادي. النادي الاهلي كلنا زمايل، كلنا اصحاب، مفيش حد اعلى من حد، بس في احترام بينا. الولاء اللي عندك للنادي الاهلي ده من والدك؟ من وانا في الناشئين. من والدي طبعا، والدي كان اهلاوي متعصب والله. يعني في ماتش قبل كده بدون ذكر اسماء الماتشات يعني خسرته، كنت في اسكندريه، رجعت طردني من البيت. يعني مش طردني، مش هفتح لك الباب. لا لا يا حاج يرضيك يا حاج، انا جاي تعبان. لا لا، ايه الماتش اللي انت عملته ده؟ وايه الماتش اللي انت عملته ده؟ فبيعنفني بطريقه اللي هو مشجع مش اب. أيوه. يعني يا عم لا يا عم انا مش طايق اشوفك. واحد من الجمهور بجد؟ لا بجد. فهو الموضوع بالنسبه له لا يفرق معاه، مركز مع الاهلي قوي. مين بقى ممكن اقرب حد ليك في النادي مثلا من الكباتن الكبار؟ كان بركات، يعني كابتن محمد بركات، لان هو كان ساكن جنبي هنا في التجمع. وانا ساعتها ما كانش معايا عربيه ولا معايا اي حاجه، فكنا اخلص التمرين او من برشط عليه بقى يلا هتمشي امتى؟ قلت له بقى يقعد يهزقني، كان هو لذيذ، يقعد يتريق عليا. لا لا بركات ما لوش حل بصراحه في الحاجات دي. طب عايز اعرف منك حاجه. ايه؟ قول لي. اول جون جبته في حياه بقى البروفيشنال، اللي هي حياه الايه، ماتش الرئيسي، ماتش بتاع ماتش رسمي من بعد ماتش حرس حدود؟ لا انا جبت جوان كتير، مش فاكر اول جون. أول ايه بصراحه مش واحد فاكر. لا مش فاكر حرس حدود عملت فيه ايه، بس لا لعبت كويس. بس بين الشوطين حصل موقف مضحك كده بالنسبه لي، انا بفتكره دلوقتي بضحك عليه. يعني بين الشوطين طالعين النتيجه 0-0 ولا 1-0، خسرانين 1-0، الدنيا معقربه ومش طبيعه الاهلي يخسر. فانا قلت اكيد المدرب لو غير هيجي على مين؟ مش هيجي على اللعيبه الكبيره طبيعي. هيجي على الناشئ. فانا من نفسي باحترام كده بادب قلعت التيشيرت ومستنيه يقول رامي يغير او حاجه، بتشيل الكلام ده خارج من عليه بالظبط. فانا فاستغربت ان هو هكمل ال 90 دقيقه وطلع شريف عبد الفضيل، وكان بيلعب باك رايت ساعتها وانا كنت بلعب ديفندر، فلقيته ان هو مصر ان يلعبني 90 دقيقه، مع ان انا ما عملتش طفره في الشوط الاولاني ان انا اكمل يعني. ففوجئت بصراحه، فخلاني اداني ثقه. يعني الحركه دي من كابتن زيزو ادتني ثقه كبيره قوي ان انا طيب تمام. زيزو ده هو اللي عمل كده. لا انا تمام مكمل. فحسيت ان انا تمام. المجهود اللي انا عملته كويس احاول ازود. فكان بدايه حلوه بالنسبه لي، وبدايه كانت مكسب، فبالنسبه لي الحمد لله بقيت مبسوط يعني. يا جماعه مرسول مجهز اجواء رمضانيه واكل، ويوم بقى تعالوا شوف الاكل فيه ايه. اوه
احنا صايمين يعني، المفروض احنا صايمين دلوقتي، صايمين يعني. في زي ما انتوا شايفين ديكوريشن، وفي مود عام بجد لذيذ يعني، مود رمضاني، ديكوريشن لذيذ جدا يعني، فيري انسبايرنج يعني. تعال نبص على حته بلاي ستيشن. اوه بلاي ستيشن 5، اخر واحدث بلاي ستيشن 5 اللي ممكن اي حد من جماعه مرسول يكسبها موجوده هنا. كل دول استخدموا تطبيق مرسول في توصيل حاجات هنعرفها منهم، ودخلوا برومو كود الاهلي 3، وده بالظبط اللي مطلوب منك عشان تحضر معانا يوم زي ده. هو الحقيقه انا اول مره اجرب الابلكيشن هنا، انا عارفه ان هو يعني موجود في السعوديه. صح، كنت جربته قبل كده. يعني انا شفت المسابقه فعملت الخطوات عليه، وحطيت البرومو كود، حطيت البرومو كود وعملت سكرين شوت لاخر اوردر انا عملته، وبعته في مسج لمرسول على الانستجرام. حلو قوي. طب انت كنت طالبه ايه معلش؟ نوتيلا. وطلبت مره حاجات من الصيدليه، زيت جونسون، يعني كلها طلبات بسيطه يعني. لقيت بقى مسج ولا لقيت اتصال ولا لقيت ازاي؟ لقيت مسج جاني قال لي انت كسبت من مرسول تيشيرت النادي الاهلي وعليه توقيع نجوم النادي الاهلي. انا ساعتها ما صدقتش. انت قلت بقى دي قصه، ده حد ما صدقتش يعني بصراحه، فيك حاجه بتاع اقعد مع لعيب من النادي الاهلي ونبقى بنقعد يوم مع بعض. لا حاجه بصراحه ما كنتش متوقعها، ما كنتش متخيلها بصراحه يعني، كانت بعيده تماما عن اللي انا متخيله. اول مره اكسب حاجه اصلا على النت، تمام، فكانت مفاجأة جدا بالنسبة لي. أنا بس كنت ايفون 13 برضو، 13 برو ماكس، يعني ده يشفع للي فات كله. فطرنا وكلنا مع رامي، تعالوا نشوف اللي بيحصل جوه مع الناس. رمضان كريم عليكم يا جماعه، يعني مبسوط طبعا ان انا موجود معاكم، يعني حاجه تشرف بصراحه. مرسول طبعا جمعتنا مع بعض النهارده، واتمنى ان يبقى في قعده تانية ونتقابل ونتجمع كلنا ونلعب مع بعض. كابتن رامي مولع المكان. يعني بالنسبه لي انا اول مره اتعامل مع مرسول، ومبسوط طبعا بالمعامله معاهم، فهتبقى تجربه جميله وجديده بالنسبه لي يعني. ماشي يا سيدي. كنت بس عايز اسالك، اسال حضرتك ايه الموقف، الماتش اللي انت عمرك ما تنساه مع النادي الاهلي وليك ذكرى فيه جميله مع الجمهور وكده؟ بس بصراحه الجمهور دايما في كل الماتشات بيحرجنا يعني، بتبقى انت خارج من هزيمه او خارج من انكسار، بصراحه الجمهور في النادي الاهلي حاجه تانية، بيخليك بتلعب الماتشات وانت مش مضغوط، انت بتبقى مبسوط وانت بتلعب وسامع الناس بتشجعك. فانا بالنسبه لي في مواقف كتيره جدا 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 اتعاملت فيها، اهمهم النهائيات اللي دايما بحضرها، بس اهم ماتش بالنسبه لي انا كان ماتش في كاس العالم الاخير اللي في الامارات. كانت الناس قايله ان معظم اللعيبه هتروح وترجع بسرعه، هنخسر اول ماتش ده 5، ده ماتش صعب ومش ماتش صعب. الحمد لله كسبنا 1 وضيعنا كذا جون، فبالنسبه لي انا وخدت احسن لاعب كمان في المباراه بالنسبه لي، فده اصعب مباراه يعني بالنسبه لي يعني. شعور برده جامد لما تقعد مع نجم مفضل ليك، تقعد كده عدد سألوهم صحاب يعني، قليل عدد صحاب. أنا بشجع ليفربول بصراحة عشان صلاح، بس لما يورجن كلوب جه عمل فرقة كويسة قوي يعني، بالنسبة لي أنا عامل فرقة كويسة قوي متكاملة يعني، حتى الدكة بتاعتها كويسة بالنسبة لي أنا، أحسن يعني في البوزيشن بتاعي كمدافع فان دايك بالنسبة لي مدافع متماثل يعني كامل بالنسبة لي. لا انا كنت في البرتغال في الاول، رحت بعد كنت في الاهلي، انا في الناشئين الاهلي من 8 سنين وانا بلعب في الاهلي، وانا عندي 8 سنين من الناشئين، طلعت درجه اولى وانا عندي 16 سنه، فجالي بقى عرض احتراف من البرتغال وانا عندي 19 سنه او 20 سنه، رحت لعبت سنه ونص ورجعت تاني على طول على الاهلي، لان المدرب ما كانش بيحبني في البرتغال، فانا بالنسبه لي ما احبش ان انا اقعد على الدكه وانا قاعد ما بلعبش، لان لعيب الكره عمره قصير في الملعب، فانا بالنسبه لك العب انما ما اقعدش على الدكه. فبالنسبه لي لما اتكلمت مع الاهلي او اتكلمت مع اداره الاهلي اتناقشنا ان احنا لو عايز تحترف تكمل احترافك او تروح نادي تاني اعاره من سبورتنج في البرتغال،
ما كانش عندهم اي مشكله. كان اول ماتش ليا الزمالك بتاع السوبر في الامارات، كان اول ماتش كسبناه 3-2. يعني نادي الشفاء طبعا لمؤمن زكريا، يعني ربنا يشفيه ويعافيه، كان جايب الجون الثالث، فربنا يرجعه لنا بالسلامه يا رب ويشفيه. فده كان اول ماتش ليا بعد عوده، انما انا من صغري وانا في الاهلي، من وانا عندي 8 سنين. كل دي جوائز الناس اللي قدموا واستخدموا مرسول وحطوا البرومو كود الاهلي 3 كسبوها. هخش على كابتن نوم يوزعها. سهل قوي ان انت تكسب هديه مع مرسول. بس الحمد لله عدت على خير، لان انت كنت بتحاول تعمل اللي عليك في الماتش ده. اللي بحب رقم 5 كابتن رومي. ايه ده، في ايه؟ دي كل دي هدايا ليا؟ لا لا، دي الناس كسبوها. بس بص، في جزء هنا سمعت في حاجه اكيد. الايفون جبت في مكان حاجه في جيبك؟ لا، مكمل اتنين هنا عشان وعشانك مع بعض يا باشا. من ايوه كده، مصلحه دي. الناس كلها اللي كسبوا، ف هنستاذن حضرتك بقى توزع لهم الهدايا بتاعتهم. يلا بينا. ده تيشرت الاهلي حبيبي. يا كابتن شفتك، بس دي لوحدها حبيبي. ربنا يخليك حبيبي. كل سنه طيب، رمضان كريم. مبروك. اتفضل حبيبي. مبروك. مبروك حبيبي. مبروك عليك حبيبي. مبروك يا كابتن. اتفضل. مبروك حبيبي. ميرسي. شكرا لذوقك. رمضان كريم حبيبي. مبروك. مبروك. مبروك عليك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا جماعه. مبروك يا جماعه، ورمضان كريم عليكم يا رب. الف الف مبروك. انت كمان تقدر تكون موجود معانا الحلقة الجاية وتكسب كل الجوائز الضخمة دي من مرسول. استخدم تطبيق مرسول ودخل برومو كود الاهلي 3 وسيب الباقي علينا. طبعا كابتن روبي عمل لي مفاجأة. المفروض ان احنا الرول اختار لعيب يلعب. ما انت اللي اخترت بدالي، وهو اختار لعيب يلعب بداله. طلع هو لعيب بلاي ستيشن اصلا، ورفض ان اي حد يلعب بداله وبيلعب بنفسه، ودي كانت مفاجأة. طبعا احنا البوزيشن بتاع الكرة للفريق بتاع كابتن رومي طبعا في السماء، واحنا مفيش عشان بوزيشن كام احنا؟ 10%؟ ليه يا عم؟ مش كده؟ انا اعصابي كده مش بتستحملش الكلام ده. ما بص لصاحبك زميلك تحت اهو. جبنا جون، جبنا جون. 2-1. جبنا جون. يعني برد قلبي كده وبرد ناري. يا ولد 2-2. لا خلي بالك، قلت لكم هنا قوانين تاني، دي قوانين بتاعتي بقى. كابتن رومي في الملعب تحت مش هنا. ايوه عاش. يا عم كسب يا عم، ضربات جزاء. لا والله كسبنا ضربات جزاء. قلت لكم كابتن رومي نجم في الملعب. انا هنا في رول ساعتها، انا اللي فزت، انا الفايز. في نهايه اخر اليوم اللذيذ ده، احنا قضينا يوم لطيف جدا انا وكابتن رامي وجماهير النادي الاهلي في استاد النادي الاهلي مع مرسول. كميه الناس اللي كسبت ما كانتش طبيعيه، والموضوع سهل جدا انك تكسب. كل الموضوع انك تحط برومو كود الاهلي 3. دي حقيقه يعني. بصراحه انا يعني اتفاجئت بكم الجوائز اللي اتعملت النهارده، يعني تيشرتات وموبايلات. بصراحه انبسطت جدا وانا معاكم. الموضوع كان لذيذ وجميل، واتمنى تتكرر تاني ان شاء الله. لا هتتكرر على طول باذن الله. الناس دي مع مرسول. الموضوع بسيط جدا. مرسول بيقول لك حط برومو كود. انا نفسي مش والله ما بصدق. حط برومو كود هتكسب وتيجي تقعد معانا ولاعيبتك وتلعب بلاي ستيشن وتفطر. موضوع لطيف قوي بالظبط. يعني هنستناكم بقى كتير، تحط برومو كود وتيجوا ونلعب. وكباتن كتير، وكابتن هو هيجي تاني وتالت، يعني عادي بقى، احنا مع بعض قاطعين بقى هنا. ان شاء الله يا زوم حبيبي. حبيبي يا ريم. ربنا يخليك. والله انبسطت قوي بيك. شكرا حبيبي. شكرا يا باشا.